المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. منى على طول ساطعة حضوري بطلتي. شكرا، طب ذوقك حضور انت الرئيسة. لا كلنا بنسمة الحكا بتستهليها. بالعكس كلنا القائد اون ايكول بوتينج وكلاتنا بنكمل بعضنا يعني. خبرينا شوي بنت المذيع العرب، يعني كنت بنسمة الحكا اليوم انت ببرنامج للاعمال الانسانية اللي هو سيلبرتي دوت. قديش هذا حلو عمل انساني؟ كثير مهضوم البروجرام، عم بشي انا مبسوطه يعني مثل المشاهد بالبيت، عم بفرح فيهم، عم بيكونوا خفاف الظل مهضومين، كله فرح اذا بدك. وبعدين مثل ما قلت هدفه انساني بالنهايه، وما في مصير شخص يعني رح يتحدد من وراء هالبرنامج، هو لعبه ولعبه حلوه ومسليه. توقعتي خروج سنتيا بهالبرنامج؟ لا والله صراحه ما توقعت، بس كمان كلهم عزيزين علينا، بس سنتيا كنت على تضل شوي اكثر، بس بالنهايه كلنا خاضعين للصوت، خاضعين للتصويت. في اصوات حلوه ما رح اقول لحتى يعني عم نقول لهم اياها على الهواء، ما رح اقول هلا. كل انسان حق. الله يوفقك منى، اشتقنا لحديث البلد. هلا ما في حديث البلد، اخذ بريك هلا سيلبرتي جوات وكل شيء بوقته. انا تعودت ما احكي عن الاشياء قبل ما تصير، خوفا من انه تتعرقل وما يعني ما تزبط. ميرسي كثير، شكرا كثير. ميرسي ولكم، يعطيكم الف عافيه. ثانك يو لانكم ضليتوا لهالساعه المؤخره. ميرسي كثير لك، شكرا لزوجتي. ميرسي يعطيكم العافيه. Bye.